بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير طالبات العزيزات، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية، رؤية وزارة التعليم والتعليم العالي، الريادة في توفير فرص تعلم دائمة مبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري. رؤية المدرسة. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. أما إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فكي أحافظ على سلامتي وسلامة أصدقائي، يمنع مشاركة الطعام مع شخص آخر، يمنع مشاركة أي أدوات مع شخص آخر، الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، وكذلك غسل وتعقيم اليدين بشكل دوري. ولفهم الدرس جيدا، يجب علينا الالتزام بالآتي: التزمي باللون الأحمر ومعناه انتبهي لمعلمتك، اللون الأصفر استعدي، ضعي كتبك وأدواتك بشكل منظم واجلسي جلسة صحيحة، اللون الأخضر هيا انطلقي شاركي وأجيبي على الأسئلة. قيمتنا لهذا الأسبوع هي الإيثار. والآن حبيبتي، هيا أجيبي عن هذا السؤال: يا ترى ما هي الأداة التي يتم استخدامها لقصد الأظافر؟ أحسنتي، هيا فلنجد الإجابة داخل الصندوق. نعم، مقص أظفار وعاء مقص. وما هي الأداة التي يتم استخدامها لتنظيف الأسنان؟ نعم، إنها فرشاة أسنان ومعجون أسنان وكذلك استواك. إذن موضوع درسنا اليوم سيكون عن قص الأظفار وتنظيف الفم. أحسنتي، هيا بنا فلنقم بتحقيق هدفنا الأول، وهو أن يذكر الطالب فوائد قص الأظافر. هيا عزيزتي، أخبريني ما هي فوائد قص الأظافر؟ نعم، فوائد قص الأظفار أو الأظافر: قص الأظفار من سنن الفطرة التي يساب فاعل، أي هي من السنن التي يعطينا الله عز وجل الأجر والثواب على فعلها. كذلك قص الأظفار يمنع تجمع الأقذار تحتها. نعم، قصها يمنع تجمع الأقذار والأوساخ تحتها. كذلك قص أظفار اليدين والقدمين يكمل نظافة الإنسان ويساعد على سلامة صحته. بهذه الطريقة نحافظ على صحتنا بقص الأظفار. إذن أنا طفل مسلم، أقص أظفار اليدين والقدمين وأحرص على النظافة، فالنظافة من الإيمان. ولكن يا ترى بماذا نقص الأظافر؟ بماذا؟ وما رأيك في تصرف الولد؟ نعم، نقص الأظافر بالمقص أو بمقص الأظافر. وما رأيك في تصرف هذا الولد؟ هل هو تصرف صحيح أم خاطئ؟ نعم، تصرف خاطئ، لأننا نقوم بقصها باستخدام الأداة المخصصة لها وهي المقص. إذا لم تقص أظافرك فهل ستكون أفضل؟ هيا فكري، إذا لم تقومي بقص أظافرك فهل ستكون أفضل؟ بالطبع لا. نعم، أحسنتي. وبماذا تنصحين زميلتك التي تطيل أظافرها؟ هيا أخبريني، تنصحينها بماذا؟ نعم، ننصحها بقص أظافرها. شاهدي معي هذه الصورة، ما رأيك في أظفار اليد بهذه الصورة؟ نعم، إنها سيئة للغاية، غير نظيفة. إذا تم قص تلك الأظفار فهل ستكون اليد أفضل؟ نعم، بالطبع ستكون أفضل. إذا بما ننصح صاحب هذه الصورة؟ نعم، ننصحه بقصها وتنظيفها. أحسنتي، بارك الله فيك، ممتاز.
انظري إلى هذه الصورة ثم انتقديها. تميل هذه البنت إلى تطويل أظافرها ثم تلوينها، فما تنصحينها؟ نعم، أنصحها بقص أظافرها وعدم تلوينها، أن هذا من النظافة وهذا من الإسلام. وكذلك إذا قامت بتلوين أظافرها فإنها لن تستطيع نعم الوضوء والاستعداد للصلاة. أحسنت. إذا حبيبتي، قص الأظافر من سنن الفطرة التي يثاب فاعلها، أي يعطينا الله عز وجل الأجر والثواب على فعلها. وكذلك هي من النظافة نستطيع من خلالها المحافظة على نعم نظافة جسمنا، وكذلك نستطيع الحفاظ على صحتنا من الأمراض. والآن هيا أخبريني، فلنذهب إلى الهدف الثاني، وهو أن نعرف ماذا نستخدم للمحافظة على نظافة وصحة الجسم. هيا، نعم، ماذا نستخدم في النظافة؟ وكيف نحافظ على نظافة جسمنا؟ نعم، الاستحمام واستخدام نعم الماء والصابون في غسل اليدين والجسم، وكذلك نعم استخدام الفرشاة والمعجون تنظيف أسناننا، وكذلك استخدام الفرشاة لتنشيط شعرنا. أحسنت. إذا هي أخبريني، وضعي دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في هذا السؤال في الكتاب المدرسي الصفحة رقم 58. نظافة اليد لابد من استعمال السواك أم استعمال الفرشاة أم قص الأظفار؟ نعم، نظافة اليد نقوم بقص الأظفار. أحسنت، إجابة رائعة. الآن قمنا بالتعرف على أهمية قص الأظافر. الآن نتعرف على أهمية تنظيف الفم والأسنان. يا ترى ما هي أهمية تنظيف الفم والأسنان؟ أولا، نحن نقوم بتنظيف الفم والأسنان باستخدام الفرشاة والمعجون أو السواك، ولكن يا ترى متى نقوم بتنظيف أسناننا؟ نعم، قبل النوم وقبل الصلاة وكذلك بعد الأكل. إذن نقوم بتنظيف أسناننا قبل النوم وقبل الصلاة وبعد الأكل، وذلك باستخدام الفرشاة والمعجون أو السواك. إذن هيا عددي الأدوات المستخدمة لتنظيف الفم والأسنان. أحسنت، إجابتك رائعة. هل السواك من الأدوات المستخدمة لتنظيف الفم والأسنان؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. والآن أخبريني أيضا، صح أم خطأ أحافظ على نظافة أسناني باستخدام الفرشاة فقط؟ هل هذا صح أم خطأ؟ نعم، أنا أحافظ على نظافة أسناني باستخدام الفرشاة والمعجون وكذلك السواك. ماذا يحدث لو لم تنظف أسنانك كل يوم؟ هيا أخبريني، ماذا يحدث؟ وما هي الأدوات المستخدمة عند تنظيف الفم والأسنان؟ نعم، الأدوات المستخدمة هي الفرشاة والمعجون وكذلك السواك. وإذا لم أقم بتنظيف أسناني كل يوم، ماذا سيحدث؟ فكري وأجيبي على هذا السؤال. إذا أيضا نجب عن السؤال، صفحة رقم 58، ننظف الأسنان قبل قراءة القرآن أم أثناء تناول الطعام أم عند دخول الحمام؟ نعم، ننظفها أيضا قبل قراءة القرآن. أحسنت. والآن صلي الكلمة أو العبارة بما يناسبها، الصفحة رقم 57 في الكتاب المدرسي. سواك، نعم، فرشاة ومعجون أسنان، نعم، الصورة الأولى. مقص أظفار، نعم، الصورة الثانية. أحسنت. إذن الآن أيضا تعرفنا على أهمية تنظيف الفم والأسنان. عزيزاتي، لا ننسى أن النظافة من الإيمان.
الآن حبيباتي نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، أترككن في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته.